حاج مصباح من الدقهليه اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ سامح؟ الحمد لله بخير، ربنا يكرمك يا حاج مصباح. الله يخلي حضرتك. احنا اولا بنشكر حضرتك وبنشكر البرنامج الجميل. العفو. بتاع حضرتك يا استاذ سامح. العفو يا حاج مصباح. اللي هو بيقف جنبنا اما نحل المشكله بتاعتنا. الحمد لله. احنا انا كنت اتصلت بحضرتك يا استاذ سامح، كان ليا مشكله على الخارج اللي كان مقطوع. اه. ففريق الاعداد يا استاذ سامح كلمه المهندس سعد موسى. تمام. المهندس سعد موسى تواصل معايا وقال لي المشكله مش تبعي، تبع الزراعه. تمام. فكلمت السيد وكيل وزاره الزراعه مهندس فوزي الحضري. تمام. بس الجديد لسه المديريه يا فندم. ايوه. فمشكورا يا فندم، نزل معايا لجنه من الزراعه، والراجل اللي كان قاطع الطريق ساعد ما شاف اللجنه معايا يا فندم رد الطريق على طول يا فندم. والمهندس فوزي الحضري مشكورا قال مكتبي مفتوح لاي فلاح يجي له اي مشكله. انت فاكر لما كلمتني قلت لي المشكله دي بقى قد ايه؟ المشكله دي يا فندم من ايام المهندس. لا مش بقى المهندس، بقى لها كام سنه؟ بقى لها اكتر من 5 سنين ولا 6 سنين يا فندم. وكنت وانت بتكلمني مش مصدق ان هي تتحل. ما كانش اي حد مصدق ان هي تتحل يا فندم. وان شاء الله احنا وعدناكم بكده، هو ربنا اللي بيوفقنا. انا بشكر فريق الاعداد. حضرتك الصحه، برنامج محترم. بشكرك. والمسؤول يا فندم الباشمهندس فوزي الحضري راجل محترم جدا. فعلا. جدا جدا. ربنا يوفقه ويوفقك، وان شاء الله احنا معاكم دايما، اي خدمه احنا نقدر نقوم بيها هننفذها. بشكرك يا حاج مصباح من الدقهليه، وبشكر فريق الاعداد، وبشكر المهندس فوزي الحضري على استجابته السريعه.